كدكتور غنتعرفوا على مرض الصرع، انواع وعلاج واسباب وعلامات. دكتور عبد الاله المدني مختص في طب الاطفال والامراض العصبيه عند الطفل. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اذا مرض الصرع واحد الحاله عصبيه تصيب الدماغ والجهاز العصبي. دكتور فصلها لنا اكثر وقربنا منها اكثر، تفضل. فعلا الصرع هو واحد المرض اللي موجود وكثير مع الاسف تنشوفه بزاف عند الاطفال، وهو كثير عند الاطفال اكثر من الكبار. نعم. وكاين واحد نوبات ديال الصرع اللي هي كثيره، اللي هي خاصه بالطفل، ما تلقاوهاش عند الناس الكبار. شنو هو مرض الصرع؟ غادي باش نسهلوها، الدماغ ديالنا داير بحال واحد الدار اللي فيها الضو مقاد، كاين ديجونكتور، كاين البولات، كاين باش نشعلو، وفين ما تيتخسر شي حاجة ولا تيوقع بحال تنقولو في العامية كود سيركوي، الضو كيطيح، تيوقع مشكل في هكداك داير الدماغ ديالنا، حتى هو كيخدم بنفس التيار الكهربائي. نفس المبدأ. نفس المبدأ ونفس الشيء، هو حتى هو تيار كهربائي، غير هو قليل، وديك التيار الكهربائي تيخصو يكون مقاد في الدماغ ديالنا، وبواحد النظام جميل. انا قلت لك اي حاجه كتوقع هذيك التيار نعم كتعطينا مشاكل. نعم. وبما ان هذا التيار تيخدم على جميع الاعضاء ديالنا، نعم، فين ما تيوقع واحد المشكل الا وتيكون عنده واحد العلامات، واحد الاعراض، اشارات في الجسم ديالنا كامل، والاشارات في الاسم في الجسم ديالنا كامل. كاين نوبه صرع وكاين الصرع. نوبه صرع هي مره واحده كان كيكون واحد الطفل ما عنده والو، ولا كيكون تما واحد السبب، مثلا طلعت السخانه بزاف فات 40 ولا مطح على راسو، هذاك تيدير ديك نوبه الصرع، ما تيسماش مرض الصرع، كتسمى نوبه. نوبه. حتىاش كنهضروا على الصرع ملي كيولي كيتعاود المره الثانيه، وما كاينش شي سبب بحال السخانه بحال هكذا. اذا كيكون كيكون نوبتان، جوج ديال النوبات، وغير اراديه، ماشي تيقول الطفل انا اللي غنديرها، وما تيكونش عندها سبب اللي غير داير مباشر عارض. نعم. اذا هذاك تيولي مرض. نعم. اي في اي سن ولا فتره عمريه يقدر يبانوا اشارات هاد النوبه ديال الصرع او الصرع؟ دكتور عبد الاله، الصرع تيقدر يجي الطفل في الكرش ديال الام ديالو كيدير نوبه الصرع غير ما تولدش. نعم. اللي كنديروا الصدى ليكوغرافي، تيبان لنا بعض الاطفال كيديروا لا كريز ديالهم، تيديروا ديك النوبات ديالهم. وكاين ناس كيجي حتى 80 90 عام، اذا الصرع ما عندوش وقت توقيت، غير بحال اللي قلت 80% كيجي عند الاطفال. نعم. ملي كنقول الاطفال كيضمى قبل الولاده الشهر الاول، السنه الاولى، السنه كل اكثر، كاين بعد امراض مع واحد السن. نعم. النوع، لان الحاجه اللي خصني ناكد عليها حتى هي مهمه، حنا تنقولوا فيه مرض الصرع. نعم. هي امراض الصرع، كاين نوبات بزاف الانواع، لان في الرصد العاميه نوبه الصرع هي اللي كنقولوا حنا كريز جينيراليز، اللي كتقسم كله، وهذاك الطفل اللي كيكون غادي حتى كيغوت، حتى كيطيح، حتى كيقلب عينو، كيبدا يفركل بيديه وبرجليه، ومن بعد كيبقى سخفان، من بعد نعم دكتور. هذيك غير نوبه، كاين كثير من انواع ديال النوبات، وعندها الاكثريه علاقه مع السن. نعم دكتور. اذا هادو علامات تقريبا دكتور عبد الاله المدني قربتينا منها، واش فيه انواع؟ فعلا فيه انواع، لان الدماغ راه هو واحد العضو. نعم. كاين بعض الاشياء اللي كتخلي ديك الدماغ كله يكون مريض، اذا الضوء ديال الدماغ كله ما تيبقاش مقاد، اذا تيعطينا الاكثريه بعد النوبات اللي كتكون عامه فيها، بحال اللي غيمكن نهضروا عليهم من بعد، مثلا لي زابسونس اللي كنقول لك الطفل غيب. كيغيب. ها كاين الطفل اللي كيطيح وكيبقى يفرك بيديه وبرجليه، ومن بعد تيبقى في غيبوبه. نعم. كاين الطفل اللي كيبقى جالس وتيقفز. نعم. كتسمى لي ميوكلوني. نعم. كاين الاطفال اللي عندهم لي سبازم كيجيو بحال كيتخلع ويقفز كله ويحل يدو رجلو. وكاين نوبات اللي كتكون غير واحد البلاصه في المخ اللي مقيوسه، وحنا كنعرفوا بان المخ بحال واحد لاكارديوغرافي، بحال واحد الخريطه. نعم. وكل نقطه عندها كتعطينا واحد العلامات وواحد الاعراض.
للعلامات ماشي هي مختلفة على الأخرى. نعم هذا هو السؤال. نعم هذا هو السؤال اللي غنأكد عليه دكتور عبد الإله المدني غدا إن شاء الله, هو أنه كل نوع عنده إشارات معينة ومختلفة, وكل نوع كذلك عنده أسباب معينة. دكتور عبد الإله المدني غدا إن شاء الله نواصله في نفس الموضوع إذا سمحتي. مشكور مرحبا. جدا دكتور عبد الإله المدني مختص في طب الأطفال والأمراض العصبية عند الطفل. إلى اللقاء.